إسرائيل بأمانة لم يعد يقبل السردية القديمة. لا وحتى الأمريكان لا زالوا بيلعبوا على الكارت الإسرائيلي خارجيا وداخليا في الانتخابات. إنما أنا أقدر أقول لك إنه الرئيس بايدن هيواجه مشاكل حقيقية في الانتخابات اللي جاية لاعتبارات كثيرة، واخد بالك؟ إنما من ضمنها لأول مرة إنه خسر اليسار في الحزب الديمقراطي، وبما فيها العرب الأمريكان في ولايات محددة بتؤثر على ما يسمى الإلكتورال كوليدج زي ولاية ميشيغان وغيرها. الولاية دي بالتحديد كسبها ترامب لما انتخب، صحيح، وهي ولاية في الغالب تبقى ديمقراطية، إنما أحيانا لو بايدن خسرها وخسر اليسار فضلا عن عنده مشاكل أمريكان، يعني كثير من سياسات بايدن يعني ناجحة بالنسبة للأمريكان كثير منها، إنما ملوش قبول، مش قبول لعدة أسباب. أولها إن الأمريكان دايما بيبصوا للرئيس بتاعهم القائد بتاعهم يكون شاب وعنده يعني عافية كده وعزيمة، وبايدن كبر بصراحة. يعني الأمريكان عاوزين دايما ينظروا إلى رئيسهم باعتباره رجل أمريكا القوي، ولازم يكون شاب بصراحة يعني بقدر الإمكان. يعني النهاردة بايدن هيبقى أكبر رئيس جمهورية ينتخب لو فاز في الانتخابات اللي جاية. اللي قبليه أوباما وبوش الابن خلصوا في أول الستينات، مش بدأوا، خلصوا أول الستينات. فدي الطبيعة الأمريكاني، الأمريكاني بطبعه أولا دولة مهاجرين، إذا دايما بالنسبة له الغريب والجديد أمر طبيعي، بالنسبة له عايز يشوف تغيير. فبايدن أول مرة يدخل مجلس الشيوخ كان أعتقد من حوالي 50 سنة تقريبا، فنتكلم على جيل بالكامل ما كانش موجود أصلا من الناخبين لما بايدن دخل أول مرة. فإزاي هيجوا دي العلاقة بينه وبين، وده أنا ما اتكلمتش نهائيا على مين المرشح الجمهوري، أولا ما عرفوش، انما ينطبق انا في اعتقادي ومن دون مش عايز اجر النقاش الى الموضوع ده، هيفوز في الانتخابات الامريكيه القادمه الرئاسيه، هيفوز لانه المواطن الامريكي كاره المنافس بتاعه اكتر منه، فهيبقى وكانه تصويت عقابي طبعاً ضد الديمقراطيه مش مع او ضد الجمهوريين. يعني لو في النهايه بايدن كسب او حد يعني الديمقراطي كسب هيبقى لانه مش حابين ترامب، مش انهم حابين بايدن. حتى لو بايدن كسب، لو بايدن في النهايه كسب الانتخابات هيحركها تصويت عقابي، تصويت على عقاب الطرفين. وعين بصراحه لما تبص للمرشحين عندهم حق، يبقى تصويت عقابي. طيب